ربتي سان نطلق صراحة احنا سنحسب البيان ان شاء الله 13 مارس هذا يكون يوم سعيد ان شاء الله نحسب له بدري سعيد ولكن نحيي له واحد امر ابتسامة هي الاخت الكبرى اللي دوني وهنا في العوائل ديالنا المغربية اختك وخوك الكبير هو اللي يكون عنده اكثر الغيرة خصوصا الولد تدار واحد تدار قبيلة فهذه من السمات من المواصفات اللي تتأكد تلاحم ديال الإخوة ديال الأشقاء كانوا لما كيوجهوا السباب للدنيا الدنيا رغم داكشي ماشي حيت حدايا ولا لا الدنيا فيها شوية تجاوز تعاودوا يتحرشوا بها يسبوها دوزاش ولكن ابتسام شوية حارة كتجاوب على الصداقة إذا رجع الملف انا بغيت نقول لكم لا الدنيا ولا لنفسي ولا السي محمد ولا لهاد الشباب اللي شرفنا اليوم بالحضور ارجوكم ملي تكون عندكم شي حاله استفزاز ما تجاوبوش البلاصه الله يجازيكم بخير راه غادي كثر مثلا ما عاد هنيتكم من هنا شتي لا سيدي 13 واحد حتى واحد ما بقيت هذا الدنيا صح خصوصا دوك اللي قاطع البحر ما مشكله هذا مشكله كبيره تسمعونيش هذوك اللي قاطع البحر ولا بغيت تسمع خصوص واحد عاجبو راسو كيجي الله ومنظر مستشار ديال ايزنهاور هو كيعطينا كيفاش السياسه العامه ديال البلاد نسيروها او سي الحمو شو سيدنا تنوض فعلا شي خلاو من العوضنا او حرك الدراري ديالك وفين ولادك حتى ما درتي والو شوف للبيت المغربي رب يحميه عندك جاي يجيب لشي واحد راه حنا غادي لا 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 راه يمكن تكون السوريه في شي برلماني تكون السوريه في شي حكومه تكون السوريه في شي حاجه اخرى ولكن للبيت رب يحميه المغرب دولة اما عاد تنطع لنا شكون انت ولا اللي كتنطع لنا في البلاد شكون انت بعدا وما نبغيش ندخل في هذا الموضوع هنا انا حنا في واحد لقاء ديال شرح حكم ولكن في الابان ديالو حنا كنشرحوه